لعلي عبد الله صالح بعد 33 عاما من حكم اليمن. سيقولون وداعا لان الانتخابات ليست تنافسيه وليست تعدديه، فهي مقتصره على مرشح وحيد، هو مرشح توافقي، عبد الرب منصور هادي نائب الرئيس الذي ظل نائبا للرئيس او بعيدا عن الاضواء بالاحرى طيله 18 عاما. ووفقا لمبادره خليجيه وقعها علي عبد الله صالح في نوفمبر الثاني، وكانت المخرج الوحيد كما يقول الكثير من اليمنيين للخروج من ازمه سياسيه مستحكمه بعد احتجاجات شعبيه غير مسبوقه. طيب. في اطار ما بات يعرف يعني احمد هل العربي. لجان هذه المبادره نعم احمد هل لجان الاقتراع منتشره في مراكز الاقتراع وهي جاهزه لاستقبال الناخبين اليمنيين لاول مره؟ طبعا نعم، الاستعدادات مكتملة تماما. أنا زرت المكان، أهم مكان انتخابي في العاصمة صنعاء، وهو اللجنة العليا للانتخابات. البطاقات جاهزة، صناديق الاقتراع جاهزة، هناك حماسة في الشارع اليمني لطي صفحة علي عبد الله صالح إلى الأبد كما يقولون، وبدء صفحة جديدة. لعل العامل الأمني هو الهاجس الذي يؤرق اليمنيين والحكومة الوفاق الوطني هنا، نظرا لوجود بعض الحركات السياسية وعلى رأسها الحراك الجنوبي في الجنوب والحوثيون في الشمال. هم سيقاطعون الانتخابات لكنهم تعهدوا بعدم منع يعني الناخبين أو اليمنيين من يحق لهم الاقتراع من الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ولكن هناك جماعات مسلحة تابعة للجماعتين، وكانت هناك بعض الحوادث الأمنية التي تثير القلق. على سبيل المثال كان بالأمس انفجار هز أو استهدف مركزا انتخابيا في مدينة عدن، وهي تحمل نفس اسم المحافظة، محافظة عدن، في حي خور مكسر. ولا توجد إصابات، ولكن حدث تبادل للنيران بين قوات الأمن خارج المركز وبين جماعة يعتقد أنها تابعة للحراك الجنوبي، وتكررت هذه الحوادث في الجنوب طيلة الأيام السابقة في واقع الأمر. اليوم سينظم الحوثيون تظاهرة في شوارع صنعاء، من المعتقد أنها ستنطلق من ساحة التغيير رمز الثورة أو الانتفاضة اليمنية، متوجهة إلى بيت نائب الرئيس عبد الرب منصور هادي، ولا يتوقع أن يعترض أحد هذه التظاهرة، لأن هذه التظاهرة وهكذا كان الشباب، شباب الانتفاضة. طيب. في اليمن يحرصون على إيصال رسالة أن ثورتهم أو انتفاضتهم كانت سلمية. طيب، في على صعيد الأمن المعروف يعني أن اليمنيين من أكثرهم ممن يحملون السلاح وليس هناك رقابة على ذلك، هل هناك إجراءات خاصة للحد من حمل السلاح في يوم الانتخابات؟ لا احد يعني اليمنيون شعب مسلح وهم يعترفون بذلك، يعني الاسلحه هنا منتشره بشكل كبير بدءا بالمسدسات ومرورا بالكلاشينكوف، وهو السلاح المفضل اذا جاز التعبير لدى اليمنيين هنا، وليس انتهاءا بالار بي جي او الهاون، لذا فلا يوجد اي قيود على امتلاك الاسلحه، لان نحن نعرف ان المجتمع اليمني مجتمع قبلي، والقبائل الذي يقدر عددها هنا ب200 قبيله لها كما قال لي احد يعني زعماء القبائل لها جيش احتياط اذا جاز التعبير، ولها هي مسلحه بالكامل، لذا فلا تستطيع السلطات ان تفعل شيء حيال موضوع السلاح، ولكن الاحتياطات الامنيه هنا في صنعاء على الاقل يعني بالغة، ويعني تشمل جميع المراكز الاقتراعية، هناك نقاط تفتيش في جميع شوارع صنعاء تحسبا لتصعيد أمني أو لتصعيد في العنف في يوم الاقتراع غدا، وهذا ما يخشاه اليمنيون. يعني اليمنيون يريدون أن يخرجوا بهذه الانتخابات الذين يعولون عليها كثيرا في واقع الأمر بأقل الخسائر إذا جاز التعبير. أحمد ماهر مفدنا إلى صنعاء، شكرا لك.